وأن تعجب، فعجب قولهم. اسمحوا لي أبين لكم بعض التناقضات من بعض رجال الدين في مقام المحاورة والمحاججة العلمية عندما يتلون قوله تعالى: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، يوحي إليك أن الحوار سيكون تحت مبضع الحوار العلمي العادل المنصف. وعندما يتلو قوله تعالى: قل هاتوا برهانكم أن كنتم صادقين، كذلك يوحي إليك أنه طوع نفسه لقبول الدليل وأنه يميل معه حيثما مال الدليل. وعندما يتغنون بعدل علي وأنصاف علي وحكم علي وأنه مؤسس الديمقراطية ورائد حرية التعبير وأنه لم يقصي معارضيه ولم يكمم الأفواه ولم يمنعهم العطاء بل ترك حرية التعبير حتى لمخالفيه من التكفيريين من الخوارج وغيره. وبالمناسبة فتح المجال للحوار العلمي لا يتعارض مع مبدأ الوحدة الإسلامية، لأنه هو عليه السلام القائل: لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين. فبهذه البروباغندا كنا نصدقهم أنهم يحملون مبادئ الإسلام وأنهم كعلي عليه السلام، ولكن بموقفهم مع السيد الكمال الحيدري دام عزه اتضح سيف خداعهم عندما يصدر بيان من أحد الرموز والقادة السياسيين في خبراء النظام لدولة ما تدعي الانتماء لعلي. أستطيع القول أن هذه الدولة ليست كعلي، وللحاضرة العلمية التي تدعي أنها ممثلة لمبادئ ورؤى علي عليه السلام حينما تضلل وتفسق وتكفر وتقصي وتكذب وتفجر في الخصومة وتقطع الرواتب لمن يختلف معها وتؤلب طلبته عليه، ومن لم يستجيب لهم سيلاقي ملاقى الأستاذ، أستطيع القول بأن هذه الحاضرة العلمية ليست ممثلة لمبادئ علي عليه السلام. هذا كله بمرأة ومسمع الجميع والكل ساكت سكوت موته، لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عنه ولا ينهون عن المنكر، كل هذا لمجرد اختلاف مع السيد كمال الحيدري في رأي علمي أو في طرح علمي أو في توقيت لطرح علمي معين. كل ما فعلتموه يصدق أو مصدق لما تبثه قناة العربية وقناة الجزيرة، تدعون نصرة أحرار العالم وتقمعون أحرار الداخل. هذا مع آية الله العظمى السيد كمال الحيدري، فكيف تعاملكم مع المواطن الإيراني البسيط؟ للأسف ومما يؤسف له وجدنا بعض غير الإسلاميين كالعلمانيين واليساريين والحداثويين بل حتى الملحدين أكثر إنصافا مع خصمهم الفكري السيد الكمال الحيدري من أشباه العلماء. تدافعون عن مبادئ علي بن أبي طالب بمنهج الظالمين، ما لكم كيف تحكمون. والسلام عليكم ورحمة الله.